وادي الاصوص عندي برضو برش عليها اهي كلها على الحيطان برضو زي ما انتم شايفين كده ببدأ ارش. مفيش اي حشرات بقى بتبقى عندي في المكان، بتبقى الريحة عندي كويسة جدا. برش برضو على الارضية بتاعتي داخل المكان بتاعي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل مشترك ومحب قناة حسين على بعض. اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله هنتكلم فيه النهاردة عن تطهير المكان، تطهير العشة او تطهير السلكات. وفي طرق كتير جدا للتطهير واحنا عارفينها، الديتول، الكلور، الكلام ده، ولكن في حاجة كويسة جدا احنا ممكن برضو نشتغل بيها اللي هي السافلو اللي احنا بنجيبها من الصيدلية البشرية. اهي يا جماعة دي ازازة ثمنها حوالي 12 جنيه، الازازة دي بستخدمها في التطهير، تطهير كل حاجة بقى، ممكن اطهر بيها الحمام بتاعي، اطهر بيها السلاكة، اي فرد مصاب عندي مثلا كان عنده هزة في السلاكة وطلعته بطهر مكانه، بطهر بده، بستخدمه برضو لو في فرد مصاب بالجروح ولا حاجة برضو بيشتغل معاه حلو جدا. نفس الريحة دايما اللي احنا بنشمها في المستشفيات، لان ده هو فعلا اللي بيستخدم في الارضيات بتاعت المستشفيات كتطهير ضد اي بكتيريا طبعا منتشرة في المكان بتاعنا. ده هنستخدمه ان شاء الله ونشوف استخدامه. ممكن ان احنا برضو نرش على الحمام بتاعنا، نطهر الحمام بتاعنا من اي ميكروب. ممكن تستخدمه برضو زي ما احنا هنشوف كده بعد التطهير طبعا الدرج بتاع السلاكة او تطهير الارضية بتاعت المكان بتاعك، ترش رشة كده. طبعا لو احنا داخلين يا جماعة المكان بتاعنا وبنشم ريحة الامونيا اللي هي بتاعت الحمام بتاعنا، ده تعرف انك انت مقبل على خطر. المفروض ان انا اخش ما شمش اي روايح داخل المكان بتاعك، فده ان شاء الله بيقضي على اي روائح كريهة ويقضي على اي بكتيريا واي امراض فيروسية طبعا منتشرة في فصل الشتاء. استخدامه بقى يا جماعة عشان ما نطولش في الموضوع، هنجيب كده غطا زي ده كده اهو، وبجيب البخاخة بتاعتي بحط عليها بالظبط دي 2 لتر، بحط عليها حوالي 4 بطيان من السفلو اللي احنا شايفينه ده. ادي كده يا جماعة حطينا المادة بتاعتنا داخل البخاخة اهو كده، واقفل وارجها بقى كويس عشان تتفاعل كلها مع بعضها. بعد ما بننظف الدرج يا جماعة ممكن ان احنا نرش رشة كده اهو، بيديني طبعا ريحة حلوة اهو. ممكن برضو ان انا ارش رشة زي كده على الحمام زي ما احنا شايفين، اجيب بس الكاميرا عشان تشوفه اهو كده يا جماعة، خصوصا هي تحتها زغالين ما تخافش خالص. وادي القص اللي تحتيه اهو، في فرد هومر هنا رش عليه برضو كده تمام. ارش برضو على السلاكة من بره بالطريقة دي كده، وادي القصوص عندي برضو برش عليها اهي كلها على الحيطان برضو زي ما انتم شايفين كده ببدأ ارش. مفيش اي حشرات بقى بتبقى عندي في المكان، بتبقى الريحة عندي كويسة جدا. برش برضو على الارضية بتاعتي داخل المكان بتاعي، بطهره، بشم طبعا روائح حلوه جدا زي ما احنا بنقول كده اهو. طبعا الكلام ده كله هينشف في مسافه نص ساعه بالظبط عندي، ولكن الريحه هتفضل هي موجوده. يبقى انا كده يا جماعه قضيت على الروائح الكريهه اللي احنا اتكلمنا عليها، وطبعا طهرت المكان بتاعنا من اي بكتيريا واي فيروسات طبعا منتشره في المكان بتاعنا. احنا محتاجين اليومين دول ان احنا طول فتره الشتاء نطهر المكان بتاعنا وما نخليش اي ريحه تظهر داخل المكان بتاعنا. دول في فصل الشتاء انا ما بستغناش عنهم من ناحيه التطهير، اقوى مطهر بشتغل بيه كتطهير وريحه حلوه بشمها في المكان بتاعي. زي ما احنا شفنا بطهر الادراج وببدا ارش فيها، ممكن ارش برضو على الحيطان. اهم حاجة ان الكلام ده بعمله في وقت يكون وقت الظهر اللي هو وقت الجو بيكون حر فيه. لو الجو فيه طبعا رطب يستحسن انك انت ما تعملش الموضوع ده على الارضيات بالذات عشان ما يخليش فيه رطوبة في المكان بتاعك. زاد برضو ما ترشش على الحمام في غير في وقت الظهر عشان الفرد بتاعنا يلحق ينشف. كده بكون نهيت على الروائح الكريهة ونهيت على البكتيريا او اي فيروسات منتشرة داخل المكان بتاعنا، بعقم المكان بتاعنا بمعنى اصح من اي حاجة، اي ميكروبات داخل المكان او حوالين المكان عشان احافظ على حمامي طول فترة الشتاء. كده بكون نهيت حلقتي معاكم، ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناة، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.